ماشي بني اللي في التصويره كيتدابز ماشي بني انا، فهمتي؟ راه معروف واش انا بني معايا عايش في الدار ما نعرفوش، مثال غنعرف بني راه هو هذاك اللي هضره ماشي ولدي، انا عارفه ولدي، ونهار اللي قالوا لي فيديو ها هو كيشبان ولدك عرفته ماشي ولدي. انا ولدي ترانكل ما كيهضر ما كيهرب، بني من الخدمه للدار من الدار للخدمه. في الفيديو كلشي شافوه الناس هنا كيقولوا ماشي اسامه، كيشهدوا فيه بلي ماشي هو. فيديو ذاك الساعه اللي دابزوا ديك الناس 7:11، وعندي واحد فيديو اللي كانوا هربان جبتو 7:21، وانا بني خرج من الدار، كان في الدار خرج للقهوه هنا قدام باب 7:28. ما عرفتش كيفاش دابا هذا الشيء، ما فهمتش انا. دابا تقريبا شهر هو في الحبس ظلم، هو ما كيتحملش داك الشيء. دابا هو مرض، دابا ولا كيعمل الدواء ديال الضيقه، حنا عمره ما كان فيه هذا الشيء، هذا ولا كيستعمل رابوز. علاش هيدا العيل باقي صغير بحال هيدا، 21 سنه عنده، يلا السيد باغي يبدا الحياه ديالو. دابا كنطالبوا ان المخزن يعمل الشغل ديالو الخدمه ديالو، وكنطالبوا بالخبره. بسم الله السلام عليكم. انا وقعت واحد الحديث لبني في موطع الزنقه د مول الحصور، شي الناس دابزوا مع بعضهم تما، جوج د الناس مع جوج اللي دابزوا مع بعضهم كذا، وقع لهم شي حاجه مع بعضهم، مشاو بحالهم. صدق هذوك الناس اللي الضاحيه كيقولوا باللي شبهوا بني بالشعار ديالو. دابا مشاو داو التحقيق، ما عرفتش علاش على بنات الشيء هذا مشني كذا. والساعات فيديو، عندي فيديو داك الساعه اللي دابزوا ديك الناس 7:11، وعندي واحد فيديو اللي كانوا هربان جبتو 7:21، وانا بني خرج من الدار، كان في الدار خرج للقهوه هنا قدام باب 7:28. ما عرفتش كيفاش دابا هذا الشيء، ما فهمتش انا. الحادثه اللي وقعت فين، شنو الجهه بالضبط؟ في الحومه ديال الزنقه د مول الحصور. الزنقه د مول الحصور من هنا شحال المسافه؟ مسافه كبيره هنايا باش تجي من تما هنا تقريبا. ايوا كاين واحد عمل 800 حسن 800 متر حسن كيلومتر تقدر تكون من الزنقه د مول الحصور هنا. اي باش تجي من تما مثل على رجليك راه بوعد، سهر بالموتور وما تدركش بسبعه دقائق در في رقنا هنايا، ما تدركش. راه معروفه الزنقه د مول الحصور فين هي، حدا بير شيفا، وعاد تما السوق كيكون السوق السبعه فوق، كيكون السوق ما عندكش بين تقول. راه الزنقه د مول الحصور معروفه كلشي، حتى كطلع عند سيدي ادريس هذا الموطح حدا السيد، راه بوعد بزاف. وخا تجيب موتور وما تحققش هذا الشيء، لكن غير تحقق يعرفوا. وعاد الخبره التقنيه طلبتها وما كاينش، ما عطاتش. كاين الحمد لله الدوله عندها اي حاجه دابا في هذا الوقت هذا، وما وزنتش حتى ذاك الانسان المثال واش هو هذاك بني، راه كتوزن. وقعت هذيك الحادثه نهار 28 في شهر 8، من نهار اللي وقع هذا المشكل تما حتى باش تشبر بني 20 يوم دابا. كيفاش شبروا وجهه من هنا؟ جاو قال لك شبهوا شي واحد، قال لهم بالشعار وكذا، وجاو لعمورا القهوة. ريتو في قهوة جالس، خرج من هنا يلا، خرج من هنا يتعشى ود القهوة هيدا، جلس تما، جلس هيدا مع ديك ال 11 ولا 12 ولا الوحدة. الوحدة. الوحدة ود عندهم، وأنا كيجيب ابني آخر قال لي ودي أسامة داوى. فهمتي؟ مع شي الوحدة ولا كذا داوى، فهمت؟ ملي مشيت موراهم أنا تما، طارت معاهم قالوا لي ودي الناس هيدا بيدهم هما دابا. ديك الناس هذوك كيقول لي شبهنا ما شبهناش تما، كيهضر كيقول لي شبهنا ما شبهناش كذا. قلت لهم الا ما كان غير شبهتو غنحقق انا بني، معاه ماشي هذا الشيء، وهذا ماشي بني، وحقا هذا الشيء كان هضر به ماشي بني. اللي في التصويره كيدابز ماشي بني انا، فهمتي؟ راه معروف واش انا بني معايا عايش في الدار ما نعرفوش، مثال غنعرف بني راه هو. كان وقع له بروبليم غنمشي نرغب، ماشي نبقى نقول بني ما عامل والو. مشيت عنده، مشيت عنده شي جوج د المرات كيتبرى من هذا الشيء، وتبرى عند البوليس وعند وكيل الملك وعند قاضي التحقيق، وكيقول ما عملش هذا الشيء وباري من هذا الشيء. وكان في الدار، انا كنت في الدار ديك النهار، كان في الدار 7:04 تخرج من هنا من الدار، كان في الدار دوشت غدا خرج، خرج مع ديك 7:04 ديك الساعه باش خرج من الدار. ابني مظلوم، هذاك اللي كيهضر ماشي بني، وهادو اللي هنا الحومه كامله عارفين ماشي هو، كلشي عارف ماشي بني. وهذيك البلاصه في تضرب عارفين شكون اللي ضرب، وهما بيدهم راه عارفين صاحبهم، هما عارفين. ياك تلقيتو الضحيه؟ تلقيتو، قلتي له هذا الفيديو وهذا الشيء وريتهم له كاملين، وبدا كيقول لي لا وكذا، وتخبع هيدا كيقول لي وغنشب كذا وغيشوف المخزن يعمل التحقيق ديالو. قلت له شوف ابني، هذا راه ماشي ولدي انا، انا كنشوف بني، الا كان بني نقول لك بني. وهيدا كيقول ما نعرف انا غنشوف كذا. مشاو بحالهم، بقيت شي يومين ثلاث ايام، اتصلوا مني شي عائله ديالو، ايوا كيقولوا لي ودي راه جبروا صاحبهم
راه هو بجي هذاك مثال راه معروفين عندهم هما كيقولوا تجي في كاين هو كيقولوا لي غيتنازلوا بلي كيبريوه ديتهم البوليس شبروهم عندهم كذا شافوهم كذا قالوا لي كان جالس في القهوه قلت لهم صافي ومشيت بحالي قالوا لي مشي حسن لا غدا غيمشي الوكيل الملك ملي مشيت الوكيل الملك جبرت هذاك الشيء اللي كاين مثال بحالي ما معتمدوش عليه لا والو معتمدوش على ذاك الفيديو ولا على هذا الشيء مثلا يشوفوا هذه المسافه يجيبوا الانسان وخا موطور يهرب من هنا يجي من هنايا وغيعرفوا هو دابا بني غيهرب من تما يجي كيطير يدخل للدار زعما انا عندي سايبه في الدار راه بني ما كيمشيش كاع عندك الجهه انا الام ديالك انا الام اسامه ادغاس اسامه هذيك النهار انا كنت في الدار كان في الدار خرج من الدار مع السبعه وربع جيت لقيتو كيدوش كلا وخرج خرج مع ديك السبعه وربع فاش هود من القهوه دا مع العويل دختو صغير وخرج هود القهوه تما فاش ديك الساعه في ديك النهار فاش كانت الدابيزه مع السبعه وربع هو خرج من الدار قلت لك انا ما كنتش في الدار جيت لقيتو في الدار مع السبعه كان في الدار دوش دخل تغدى خرج خرج مع ديك السبعه وربع من الدار وهذيك اللي ضرب ماشي ولدي انا عارفه ولدي والنهار اللي قالوا لي فيديو ها هو كيشبان ولدك عرفتو ماشي ولدي ولدي انا ضعيف وهذاك اللي كيضرب طويل وغلي طنفورمي هذاك ماشي ولدي وانا عارفه ولدي حتى الحوايج اللي كيضرب بهم ابني ما عمرو لبس تشاكيطه بيضاء هو عنده التصاور ديالو شحال التصاور ما عندوش تشاكيطه بيضاء وما عمرو لبس ديك التشواكيط بحال هذاك الشيء هذاك ماشي ولدي وانا حسيت فيه نهار الاول ماشي ولدي ولدي انا شاهده عليه كان في الدار هذا ظلم بولدي راه مظلوم غير الشبه من الشعر عيم اللار هذاك اللي كيضرب ما بلوش وجهه ابني انا ضعيف واخا مطهر عرفتو ماشي ولدي انا ولدي ترانكل ما كيضرب ما كيهرب ابني من الخدمه للدار من الدار للخدمه كيمشي يجلس القهوه قهوه قدام الدرايا قهوه قدام القهوه جمال كيجلس فيها ابني باري ظلموه نطلبوا الخبره ابني يعطيوها البراءه ديالو وما الضحيه خصهم التنازل حنا ما بغيناش التنازل بغينا البراءة ديالو تبان يخرج العيل مظلوم العيل مسكين هاك يبكي انا كنطلب الخبره ديالو طبعا الخبره ويحقو يبين الوجه انا بدي نعاقب هنا ما بغيوش الظلم ما بغيوش اللي يظلمنا ولدنا ولدنا كيضيع في الحبس العيل باقي صغير انت عدو ماشي مزيان وربي ما كيبغيش الظلم ربي حرم الظلم المهم الناحيه ديال هذاك الفيديو اللي كان توصلنا به من قبل المخزن لاحظت انا في الفيديو ان هذاك ماشي خاي وانا نفس النهار اللي كان وقع داك المشكل كنت هنايا خاي دا ولد اختي الصغير هبط للقهوه اصلا ما كيعمرش في داك السيكتور عمره مشى لهذيك البلاصه هذيك برشيفه ما كيوصلهاش هو ماشي بلاصته هو هنايا الحومه كان كيخدم الحومه الخدمه ان هنا كيهبط للقهوه مع الدراري والدراري صحابو راه كاملين كيعرفوه كيجلسوا معاه هنايا كيسقسوا عرفتي الفيديو كلشي شافوه الناس هنا كيقولوا ماشي اسامه كيشهدوا فيه بلي ماشي هو وخا انا بيدي الا كان هو عامل شي حاجه ما نقدرش يتعدى على ولاد الناس وما نبغيش اللي يتعدى على خاي يمشي ظلم بحال هيدا دابا تقريبا شهر هو في الحبس ظلم كيتعداو عليه بحال هيدا عملنا المحامي عاودنا عملنا دفعنا له يعني الدلائل المحامي الاولاني داكشي كاع ما دفعوا بعدا ما وصلت حتى شي حاجه باقي ما توصلنا حتى شي حاجه كيقول لك كل مره كياجلوا سيمانه سيمانه والعايل كيضيع تما هو ما كيتحملش داكشي دابا هو مرض دابا ولا كيعمل الدواء ديال الضيقه حنا عمره ما كان فيه هادشي هذا ولا كيستعمل رابوس حنا شايده العيل باقي صغير بحال هيدا 21 سنه عنده يلا السيد باغي يبدا الحياه ديالو دابا كان نطلبوا ان المخزن يعمل الشغل ديالو الخدمه ديالو وكنطلبوا بالخبره يبان هذاك الفيديو يتوضح يبان داك السيد اللي كيضرب سواء كان خاي سواء كان السيد اللي كيضرب خصنا يتوضح الفيديو صافي شكرا تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد